مكه. خلونا نرحب معاكم مشاهدينا الكرام في سياق هذه التغطيه ايضا التي تاتيكم من مركز الاخبار. نستضيفها معكم مدرب الخيول الاماراتي علي المهيلي، وهو احد الاسماء التي ارتبطت دائما بالخيول سواء في سباقات القدره او في خيول السرعه. نعم، من خلال تواجده على اداره سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم لمده 9 سنوات. مرحبا بك علي في هذا الموعد المرتقب. الله يرحبك عفو الله، يسعدني التواجد في هذا الحدث الكبير. هذا حدث عالمي يرفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة في كل المجالات. فخر لدولة الإمارات بأوامر وتوجيهات سيدي الشيخ محمد بن راشد الله يطول عمره أن يكون الأغلى والأقوى في العالم. يحث على عدة مشاركات من أمريكا ومن جميع الدول القوية، لليابان وأستراليا وجنوب أفريقيا، في عدة خيول مشاركة في الكات. في اعتقادي أن 10 خيول من أقوى خيول في العالم مشاركة. نعم. فيها في الكأس العالمية في السباق الأغلى. ما رأيك بالمهرجان وبالسباقات بعد أن اكتملنا ب 23 سنة الحين قاعدين نشاهد هذه السباقات علي؟ نعم، سباق قوي، سباق يحمل اسم دبي، اسم الإمارات، أغلى عالميا. في قبل اللي يشارك الخيول في الكأس هذا يدخل الكرنفال. الكرنفال بعد جوائز قوية، يستقطبون عدة خيول من عدة دول يشاركن ويتأهلن حق الكاس، يعطونهم مجال للتأهل. عندك سوبر ساتردي بعد كل واحد يدخل خيله اللي يبين من برا واللي كان في الدولة. طبعا سيدي الشيخ بروفات هذه تكون حق الليله الكبيره. نعم سيدي الشيخ محمد، الله كاس دبي العالمي هي خاتمه موسم سباقات الخيل في دوله الامارات العربيه المتحده التي تستضيف على مدار العام نحو 50 سباق. هذا العدد الكبير من السباقات لم يكن ليقام لولا ان الامارات تبوأت هذه المرتبه المتقدمه، خاصه لجهه الالتزام بالمعايير الدوليه الخاصه بامن وسلامه الخيول وغيرها. كمدرب أنت في هذا المجال، كيف تصف هذه المكانة المرموقة التي أتلتها دولة الإمارات في مجال سباقات الخيل؟ والله كفاءة عالية، أداء وتنظيم ولا أروع، بقيادة طبعا ميدان وسيد الشيخ محمد على قائمة هذه القيادة، وطبعا اللي قائمين على ميدان سيد سعيد الطائر والتيم له، معايير وأنظمة عالمية وتنظيم من ناحية الكارنتين والسباق والتراك. يعني في بعض التصوير نحن شفناه في دبي ريسنج، سيد سعيد الطائر ومليح البسطي يقومون بالإشراف على التراكات بينفسهم، وهذا الشيء ما تلقاه يعني طبعا بتوجيهات صخية من سيد الشيخ محمد. صحيح. اي نعم، هي مهمة جدا، أدق التفاصيل، له يعني ثغرة بسيطة تطلع طبعا انت قدام العالم تطلع، فيأثر على اسم الكاس. واعتقد ان سيدي الشيخ محمد بانتظام بتواصل مع الفريق وتوجيهات عالية على ان يكون منظر جيد وأداء جيد. وهذا الحرص على يعني متابعة أدق التفاصيل من كبر يعني الشخصيات الكبيرة هو السر وراء النجاح. نعم، بعد سوبر سنتر دي كان كبروفة لكأس دبي العالمي، سيدي الشيخ محمد وسيدي الشيخ حمدان محمد كانوا متواجدين في السباق، وفي ملاحظات كانت موجودة على السباق وعلى الأداء وعلى التركات. التيم قام بأداء جيد، أنهم عدلوا بالتوجيهات السامية من سيدي الشيخ محمد. نعم علي، من خلال إدارتك لسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب أكيد كنت متواجد مع ليس فقط كأس عالم لكن كؤوس عالم. نعم. من الذكريات التي تتذكرها في السابق والفروقات اللي بين اليوم وبين الأمس؟ الجائزة ارتفعت في كأس دبي العالمي، أصبحت الأغلى والأقوى عالميا. المشاركات أصبحت من عدة دول، يعني من أمريكا كانوا يجيبون حصان واحد، جايبين أظن خيلين. من اليابان أعتقد كان بعد بعض خيول، الحين أعتقد 14 خيل أو 13 خيل، يمكن عندكم معلومة صحيحة. أنا شوي تقريبا أكثر عن 10، أنا اللي سمعت شيء، يعني في اعتقادي أن 14 أو 13 رأس بيكونوا مشاركات.
اليابان سبق وفازت مرة واحدة بلقب كأس دبي العالمي. نعم، وهنهم سيد الشيخ محمد لحطي في الصور، بارك لهم، وصار وزار الميدان عندهم هناك بعد، والتقى مع المدرب للحصان اللي فاز وشافوا المضمار عندهم، فكان يعني هم مقدرين التواجد، واعتقد تواجد سيد الشيخ محمد عندهم في المضمار حثهم على انهم يجون المره هاي ويشاركون في سباق الاقلام. مشاركتهم اقوى، عندهم حصان ريدي اورو احد اقوى الاسوان الموجوده عندهم في اليابان، لكن هذه المره على السباقات العشبيه وليس على السباقات الرمليه اللي تعودوا عليها. من الاسماء الماضيه معكم، من هو الاسم اللي تذكره جيدا في كأس دبي العالمي في منافسات كأس دبي العالمي؟ والله كان انفازور فاز في سباق كأس دبي العالمي للملوك سيد الشيخ حمدان بن راشد، كان هو جاء مع المدرب كارن مكلكن، كنت موجود انا في هذا السباق ولما فاز فيه الحصان. في حصان بعد في سباق العربيات مجاني سبق في السباق هذا لما كنت مدير سباقات الشيخ حمدان، خذ الكحيلة كلاسيك 4 مرات، يعني ما في خيل عربي على يعني متواجد عالميا. هل تعتقد ان هناك اسماء لا يعني لن تتكرر في عالم صحيح. الخيل صحيح. يعني مثلا دمي ميلانيوم وغيره فعلا اسماء يعني لم نجد لها مثيل بعد. صح، لو لاحظتي كل السباقات كل اللقطات لدبي ميلانيوم كان يطلع من باب لباب، يعني من المقدمه ياخذ المقدمه، حتى في السباقات الاوروبيه في بريطانيا والمناطق هاي كان هو يطلع قدام راس وينتهي راس، يعني ما في خيل. انا شفت خيول فازن هني مثلا الامريكي تشاينا والامريكي والياباني لما فاز كان اخر حصان ويا من وراء وفاز فريد، بس دبي ملني والله يبارك يعني من المقدمه خذ الاول وخلص الاول ما حد لحقه. ونعود ايضا مره اخرى مع ضيفنا في الاستوديو المهيري مدرب خيول وسباقات القدره واحد الاسماء التي ارتبطت كثيرا بسباقات السرعه. شفنا البوابات ودائما تلعب دور كبير البوابات، باعتقادك ما هي البوابة المفضلة مثلا على مسافة 2000 وفي سباق كسباق كأس دبي العالمي، شو هي البوابة التي قد يفضلها المدرب في هذا الشوط؟ والله كلهم أغلبيتهم يبنون على 4. الرابعة هي البوابة الرابعة يعني في يوريا كوروزادا في أفضل البوابات بالنسبة لنا. الله أعلم، تعرف أنت الأرضيات. هل لديك ترشيحات لهذه الأمسية؟ والله انا ارشح خيل جودلفن تاليسمانيك، نعم، اللي مدربه فاب اندري فابر. اندري فاب اعتقد ان حصان سبق ما شاء الله عليه في امريكا مثل ما قلت لي، وفي سباق في فرنسا فاز. صحيح. زين فيه ان طعمك لما تغيرت عليه المنطقه، تعرف الخيول لما تشارك في سباق مثلا وتغير المكان يختل سباقها او ريسه، فما شاء الله عليه هو فاز في امريكا ويا فاز في فرنسا وان شاء الله باكر بيفوز. فعلا هاي نقطه جدا مهمه علي، يعني يمكن بعض الخيول الريات تشارك في ليس فقط دوله وتذهب الى دوله اخرى ما تفوز، لا بل بالعكس يتعود على مضمار. نعم. يفوز في المضمار، لكن حاله ما ينتقل الى مضمار اخر ويشارك في مضمار اخر اشكرك يكون في بعض الاختلال في صدقت وما بالك من دوله الى دوله كتلزمان. شيخ خيول الله يبارك جوكر، يعني اي مكان بيصير مثل ما تفضلت الاخت دبي ميلينيوم الله يبارك، صار اوروبا ويهني وفاز ورد مره ثانيه بعده اوروبا وفاز، يعني بريطانيا فاز رصاص قويه، يعني من يصير راس ويخلص راس، فان شاء الله انهم يحالفهم الحظ اليوم ويتوفقون ان شاء الله يكون الامور زينه. ما عليك امورهم طيبه طالما ريا مشجعتنهم ولابسه ازرق اليوم. نعم انا طبعا لو تسمحوا لي بلبس ازرق بس خفت نتخالط. خلاص مهم ضمنيا انت وعاطفيا مع مين؟ نعم الدم ازرق. لا تخبر كله القلب والروح كلها وياك. الله يوفقهم ان شاء الله. طبعا كل التوفيق اليوم للخيول المشاركه وتحديدا الخيول الاماراتيه المتواجده. آمين. في هذه الأمسية طبعا علي يمكن ما استغرب يوم شاف الكاس لأن انفازور
جاب لكم واحد في هذاك الوقت. نعم. موجود في خزائنكم. فوزه كان مميز زنفازور، كان واجه صعوبه في السباق وانهى بقوه. نعم، تعرف ريتشارد هيلز من الجوكيه اللي تنرفز شويه خصوصا عند الانطلاقه، فالحصان شويه كان برا اللي هو الجروب، رد في الجروب ورد مره ثانيه طلع من برا، صعوبة على الخيل اللي يجي من برا ويدخل مره ثانيه، فالحسن الحظ انه طلع والحصان فيه بعد بده، فالحمد لله يعني زاد وفاز. صحيح، كان سباق جميل ويوم جميل ايضا. كما نشاهد ايضا في الصوره هناك في النافذه الثانيه يبدو ان الصوره انتهت شيماء من اللوحه الجديده. فعلا جميله. نعم. جدا الحصان. شاهدنا الفارس الان والفارس يمتطي صهوه الحصان. دائما علي المهيري بنسمي هذا الحصان انفاسور بحكم انه حقق اللقب وفاز في كاس. سنمنح هذه اللوحه اسم انفاسور اذا. انفاسور. شكرا لك علي المهيري مدرب اسطبلات قدره وسباقات خيل، شكرا جزيلا لتواجدك معنا. مشكوره على الاستضافه وان شاء الله بدل فنا ناموس اليوم ان شاء الله. نحن متنومسين باي نتيجه وان شاء الله التوفيق. نحن نطلع تنوميسنا قدل فنا ما لا تظهرنا على الموضوع ان شاء الله. شكرا لك علي.